بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم إن شاء الله هنأخذ chapter 2، الشابتر الثاني في الـ health assessment أو physical assessment for nursing. اليوم هنحكي عن موضوع interviewing patients to obtain a health history، كيف بدي أقابل المريض وآخذ منه التاريخ المرضي، كيف بدها تكون المقابلة. أولا، إيش هو التاريخ المرضي؟ التاريخ المرضي the health history is obtained through an interview process. هو عبارة عن الأمراض كلها اللي كانت عند المريض، مش ضروري الأمراض، الأحداث الصحية، كل ما يتعلق بوضعه الصحي اللي بدي أنا، المعلومات هذه بتكون بتهمني وبدي أعرفها عن المريض من خلال المقابلة. طب إيش هي الانترفيو وإيش يعني المقابلة؟ المقابلة هي باختصار إني أنا أقابل المريض في وضع مناسب وأسأل شوية أسئلة، هو جاوبني إجابات على الأسئلة هذه، وبالتالي أكون جمعت هذه المعلومات. During the interview, the nurse facilitates discussion to collect and record data. إذا أنا بتناقش مع المريض علشان أجمع اللي هو معلومات وأسجلها. In many settings, patients are asked to complete health history questionnaire. أحياناً ممكن إنه بعض البيانات نجمعها من المريض من غير ما أسأله، لا، أقدم له استبيانة عن طريق تقديم الاستبيانة هذه للمريض، أنا بأحصل، هو يجاوبها طبعاً، بأحصل على المعلومات اللازمة. بس هذا ما بيكونش بنفع مع كل المرضى، يعني مثلاً في أطفال، في كبار سن، في أميين، تمام؟ لكن هي تعتبر طريقة من طرق الانترفيو أو جمع المعلومات. The questionnaire typically consists of a series of yes no. عادة بكون فيها كبشة أسئلة yes no yes no، يعني نعم لا، هل أنت عندك تعاني من كذا. All the questionnaire are useful for collecting a health history. The information should only be considered adjunct data. They are never a substitute for an interview. هذه المعلومات اللي ممكن، يعني إذا بعض المؤسسات الصحية ممكن تعتمد على الكوستشنير، بتكون مساعدة ومكملة للمقابلة وليست بديلة عنها. مش ممكن تكون خلاص بديلة عن المقابلة ونلغي المقابلة علشان أدينا كويستشنير. بكل الأحوال إحنا ما عندناش هذا النظام، ممكن نعمل المقابلة، لكن حبينا نتطرق للموضوع عشان نخليكم تعرفوا إنه في حاجات زي هيك في الدنيا، ولو حد فيكم تعرض لهالموقف يفهم إنه هذا بس عبارة عن جمع معلومات عشان نختصر ونقلل وقت المقابلة. الفيز، إيش المراحل تبعت الانترفيو تبعت المقابلة؟ الأولى introduction phase، مرحلة التقديم، اللي هي النيرس بيقدم نفسه، بقول describe purpose of interview، ليش احنا بدنا نعمل المقابلة، ايش الهدف من نسألك كبشة الأسئلة هدول. وبعدين بيحكي له بعد ما نسأله، بعد انه حيكون في فحص اللي هي البروسيس، يعني ايش حيصير، مش بس أسئلة كمان شوية انا حفحص بعديها خلاص، بعديها بدك تفهمه من يعني وين بدنا نبدأ وين بدنا ننتهي. بعدين مرحلة discussion phase مرحلة النقاش، إنه أنا فعلا باخذ مكان أمام المريض وببدأ أسأله في الأسئلة اللي هو nurse facilitate and maintain patient centered discussion. ببدأ أسأله أسئلة حوالينه، بصيرش أسأله يعني أسئلة خارج الموضوع، طب بنتك ليش كذا، لا، طب أبوك، إلا إذا كان له علاقة بالمرض. يوزز بير، مش أنت يعني تبدأ تسأله في موضوع فيجيب لك موضوع ابن عمه فيل عن السطح مثلا وخش الاي سي يو، تبدأ تنسى الموضوع، تبدأ تسأله نص ساعة بقصة ابن عمه، بينفع. يوز فيريس كوميونيكيشن تكنيك تو كوليكت داتا، طبعا الناس هيستخدم وسائل الكوميونيكيشن المختلفة اللي من عشان يجمع هاي المعلومات. وفي النهاية حيلخص، حيوصل للسمري فيز، مرحلة اللي هي التلخيص، واللي فيها حيكون النيرس قادر على انه يلخص المعلومات اللي حجمعها وحكاها المريض، ويعني يأكد عليه اللي انت يعني حكيت هيك، قصدك هيك، بحيث انه ممكن انت تكون سجلت اشياء وهو اطلاقا ما كانش قصده زي هيك، او انت تكون فهمت خطا. هذا من باب التاكيد. نبدا في المراحل هذه مرحله مرحله. مرحله الانترودكشن اعتقد انه انا
يعني حكيت عنها ايش هي من غير ما انه نفصل فيهم كثير، لكن كمان مره بناكد انه في الانترودكشن فيز المريض الممرض حيقدم نفسه وحيحكي للبيشنت يعني ايش هو الغرض من هذه الانترفيو وكيف البروسيس حتكون اثناء الانترفيو من اولها لاخرها. تمام. طبعا لازم ناخذ بالنا من الفروق الثقافيه لما احنا بنعمل اي مقابله، يعني لازم تبدا تعرف المريض بالسيد فلان. في ناس عندهم ممنوع تستخدم اسمه الاول، يعني لازم مثلا تحكي له السيد خضوره، ما ينفعش تقول السيد خالد هل انت، لازم تقول له السيد خضوره حسب الثقافات. تمام. بيستخدموش الاسم، في كتير دول بيستخدموش الاسم، بيعتبروه نوع من التصغير يعني اذا انت استخدمت الاسم الاول. لاحظين حتى هنا كاتب لك avoid using the first name unless they request it or when they are adolescent or a child. اصحاب عمرك تستخدم الاسم الاول الا اذا كان طفل او لسه مراهق، او هو بيقول لك لا انا بحب تناديني باسمي الاول، لازم تقول له مستر خضوره، هيك بيعتبروا في كثير. يعني احنا الثقافه مش موجوده عندنا، لكن برا صعب انك تنادي واحد باسمه الاول، تقول له مستر خالد بزعل. also avoid substituting the role of their for their name. يعني عمركاش تقول له مثلا referring to the patient mom or grandpa، ما تقول له الام فلانيه ولا السيده فلانه. تمام. during the introduction the nurse should also explain the patient to expect during the interview and how long the process. حكينا انه قديش بدنا نقعد وقت، قديش بدنا كيف البروسيس حتكون، هذه الحاجات يعني مجرد من التقديم لازم تكون تحكي للمريض عنها. during في الديسكشن مرحله المناقشه during this phase the nurse collect the health history by facilitate a discussion regarding various aspects of the patient health. ولا لا بيبدا يسال اسئله عن مواضيع مختلفه، دائما تكون البيشنت بيشنت سنتر. حكينا في لو احنا بنبدا انه ما بدناش نسال، نبدا نتفرع باسئله اللي احنا مهتمين في حد غير المريض من ضمن الاسئله تبعتنا ونحكي عنه 10 دقائق، وايش دخل يعني انت مش كتير بيعنينا الموضوع، انا بيعنيني المريض اللي امامي الان. في السمري برضه لخصت انا وحكيت انه انا بجمع المعلومات وبسجلها وبالاخر بحاول اني يعني ارجع احكيها للمريض عشان اتاكد انه فعلا انا سجلت المعلومات الصح ولخصتها صح، ولا انا كنت يعني في عندي لبس في موضوع معين وانا ما فهمتوش كويس من المريض. استخدام الكوميونيكيشن سكيلز فور الانترفيو، هذه حاجه مهمه. ايه يعني الكوميونيكيشن سكيلز فور انترفيو؟ يعني وسائل او مهارات الاتصال والتواصل، لان هذه عوامل يا جماعه بتاثر جدا على الكواليتي تبعت المعلومات، على نوعيه المعلومات وجوده المعلومات اللي انا ممكن اخذها من المريض. كيف يعني؟ يعني المريض لو شعر انه انا فعلا مهتم فيه وبساله اسئله يعني مهمه ومريحه في الجلوس وبهتم في كل كلمه هو بيقولها بهتم فيها وبالنسبه لي موضع اهتمام، ساعتها هيعطيني كل المعلومات اللي انا فعلا بحتاجها. عشان هيك من العوامل جدا بتاثر في عمليه الانترفيو الفيزيكال سيتنج، هل المكان مناسب للجلسه ولا انا يعني على السريع يعني موقف المريض بالمكان ومسك لي ورقه وقاعد اساله بمشي على السريع بلا سمحت ايش اسمك منش كنت بتعاني البيهافير تبعك السلوك تبعك، ولا انت تفضل السريع في مكان مناسب قاعده المكان يعني التمبريتشر تبعته مريحه فيش ضوضاء فيش ناس ثانيين كل شوي يجي يعمل انتربشن الحكيم محمد لو سمحت بالله بعد اذنك كل نص سؤال تساله للمريض ولا كل سؤال تساله للمريض يجي بده يجاوبك واحد ايش ينادي عليك فانت تسمع منه كل تقول اه كمل كمل سمعتك بقول لك انا لمين بحكي يعني. تمام.
the type of question asked and how they are asked. إيش أنواع الأسئلة؟ تسألوا فعلاً أسئلة والأسئلة شخصية جداً ومحرجة. Personality and behavior of patient. كمان إنك تراعي شخصية المريض والتصرفات تبعته. أحياناً في أسئلة بتكون زي ما حكينا شخصية أو محرجة. بدوش يكون في حدا يعني بده يكون في برايفسي، مش كل الناس حواليك وفي ممرضين تانيين ودكاترة تانيين أو مرضى تانيين وتنزل بتسأله، ما صعب. How they are feeling during the interview. كيف الناس يعني بتشعر خلال الديسكشن؟ انت شايف انه هو الموضوع مؤثر اللي بحكي فيه هذا، صار وزعلان انه هو صار معاه مثلا كانسر وإشي، وبدك تراعي وضعه النفسي هذا، تمام. لذلك احنا دائما بناخذ من الناس الهيستوري هذا، اولا بنخلي المكان مغلق، بنسكر السكاير، بنطلع اهله حتى اقرب الاقربين له، ما ينفعش يكون حد موجود، بنقلل عدد الممرضين والدكاترة الموجودين، ما ينفعش برضه واحد يحكي لجمهور ويكون سبعه واقفين ونشرح للطلب عنه، مش حيحكي لي معلومات، لا، اي حاجه حساسه اي سؤال مش حيحكي، وحتى الاسئله العاديه حيخجل، تمام. بس بكون شخص او اثنين بالكثير، حتى في الاغلب واحد هو اللي مريح، لانه الانسان لما يكون واحد بحس حاله يعني كانه بيحكي لواحد سر، فممكن انه يحكي، لكن اكثر من هيك بيبدا يصير صعب. زي ما حكينا كمان نوعيه المعلومات بتاثر كثير، تمام. انا مريت على السلايدات هذول، الفيزيكال سيتينج حكيت عنها، كيف بده يكون مريح، درجه الحراره تكون كويسه، المكان يكون فعلا مريح، البروفيشنال بيهيفير انه انت بده يكون عندك يعني السلوك تبع النيرس، البيهيفير تبعه زي ما حكيت، مش كل واحد كل شوي واحد نازل ينده عليك وترد عليه وتجي تقول للمريض كمل كمل وانت ما كاش خبر، المريض قاعد بيحكي وانت نازل تلعب في الجوال تبعك، المريض قاعد بيحكي وانت نازل تقصقص في اظافرك او بتلعب في شعرك، يعني بحس انه هو بيحكي كلام مش مهم، انت اصلا مطنشه يعني بتسمعوش، تمام. هذا الكلام جدا مهم، ما ينفعش اسال حد سؤال وانا اكون قاعد بتصرف تصرف ثاني مش منتبه له وبس اللهم اني بسال، طب وبصير يجاوب، طب ليش اجاوب انا، تمام. وانت كمان بتسمع من المريض تبينش حاجات، كم وجبه بتاكل في اليوم؟ قال لك سبعه، تقول الله اكبر على ايش؟ منفعش الاكستريم رياكشن هذا. طب هو ممكن باكل سبعه بس كل مره باكل ربع رغيف عشان في عنده وجع في معدته، تمام. خد بالك من الرياكشنات هذه، اصحك تبالغ في ابدا ابدا سبعه ان شاء الله قال لك 20، جيد جدا. طب في سبب معين يعني انت بدك تاكل اكثر يعني عدد وجبات كثير في اليوم؟ والله انا حتلاقي انه في سبب عاده، عمركاش يحكي لك اي حاجه فانت تروح تقابلها بإجابة كانك بتصغر من شان المريض، ربما انت بتساله عن اي موضوع فهو لما يجاوبك حتى موضوع الاكل، كم وجبه بتاكل في اليوم؟ فيحكي لك انه انا باكل 8، فانت تضحك الله اكبر مصروع انت، او من غير حتى ما تحكي بس تضحك تديله انطباع انه انت بتضحك عليه، طبعا يعني انت لا، ما بصحش، بدك تاخذ كل معلومه على محمل الجد وتتعامل معها على اللي هو المعنى الحقيقي إلها، وتحاول تجمع معلومات أكثر عشان تعرف ليش هو بيعمل التصرف هذا والشعور هذا. patient related variables دائما يا جماعة when conducted an interview consider patient variables such as age, physical, mental, emotional status. هذه الvariable المتغيرات أو العوامل اللي إلها علاقة بالمريض نفسه، زي عمره وقدراته الفيزيائية، قدراته العقلية، القدرة العواطف تبعته، يعني الموضوع يمكن حساس له. Either patient are merely alert and is no physical or emotional discomfort. تمام. Conducting interview with a patient in physical or emotional distress is difficult. مش معقول أنا أجي أعمل interview لمريض وأنا ملاحظ إنه هو فيزي يعني عنده emotional stress وتعبان وبعيط، هو بصار إيش؟ وقال له بهم الشيء، بتاخد منك شوية معلومات
كيف يعني هو الستريس يعني هو تعبان او فيزيكالي ديستريس؟ ايش يعني فيزيكالي؟ يعني مثلا عنده بين يا بطل بس اهدى بالله الله يرضى عليك وهذا عشان بسألك شويه معلومات واخذ منك تاريخ مرضي، مش ممكن. بده يروح عنده الالم عشان يكون فيزيكالي فيت ومرتاح عشان يديك معلومات، تمام؟ فعشان هيك من حاجات هذه البيشنت ريليتد فاريبل لازم نهتم فيها. ايش ما ينفعش اجي لطفل صغير زي هيك واجي اقول اسال اسئله هو يجاوبني وهو مش عارف اصلا ما بيقدرش يفهم السؤال اصلا، فاسال اهله. لازم اخذ بالي من الحاجات هذه انه هل هذا الطفل قادر فعلا يجاوبني ولا لا، اسال اهله واخذ يكون عندي سكندري سورس اوف داتا، زي ما حكينا في انواع الداتا في المحاضره الاولى، تمام؟ فن الاسئله، فن طرح الاسئله هو فن. طبعا فن. كيف يعني؟ عشان الكويشن السؤال لازم يكون بناسب القدرات المعرفيه القدرات المعرفيه و يعني حتى عمر المريض وقدرته على الاستيعاب، تمام؟ قدراته المعرفية وقدراته على الفهم عند المريض. يعني مثلا مش ضروري يا جماعة اجي اسأل مريض اختيار كبير في السن واحكي له مثلا يعني كم مرة بتتغوط في اليوم؟ أو بلاش مريض كبير السن، ممكن الكبير السن يكونوا بيعرفوا هذه الكلمة. مريض صغير لسه أدوليسانس هيك، وأحكي له كم مرة بتتغوط في اليوم؟ طب يمكن هو عمره في حياته مرض عليه كلمة تتغوط يعني، فمش فاهمها إيش يعني تتغوط، تمام؟ لازم انت تسأل اسئلة يعني بتكون بالنسبة للمريض مفهومة، تمام؟ فبتستخدم الكلمات اللي قريبة الى معرفته، قريبة الى ايش؟ ذهنه. عادة لما انت بتسأل السؤال يا جماعة المفروض ان انت بتسأل السؤال وبتنتظر حتى انه المريض يجاوبك، مش انه هذا من الاسئلة، مش انه انا بسأل السؤال بطلع في المريض هيك وببدا اسال في سؤال اوف طب هو لحق ما جاوبش ولا فكر فيه، وانت اعتبرته انه يعني ايش اعتبرت؟ لازم تستنى على المريض تسيبه يفكر وبعدين يجاوبه. ما لقيته مش قادر يجاوبك وما فهمش السؤال، فحاول تقدم له السؤال بصيغه ثانيه. عشان هيك الاسئله يا جماعه نوعين، في نوع من الاسئله open the question بسموها open ended question. ايش يعني open ended question؟ يعني نهايه السؤال مفتوح، يعني انت بتساله بتقول له how have you been feeling، كيف انت كنت تشعر؟ الجواب كلام مش yes او no، تمام؟ والله انا كنت حاسس بكذا هذا واسع، تمام؟ وعاده هذه يا جماعه عاده بنسأل الأسئلة هذه بالحاجات اللي لها علاقة بالشعور وبالحاجات اللي لها علاقة بالإكسبريشنز اللي بدي يعبر فيها عن نفسه عشان يعبر بطريقته ويكون مرتاح. لكن المعلومات الثانية اللي أنا بتهمني وبديها سبيسيفيك، لما بسأل يعني مور دايركت وسبيسيفيك بكون اسمها closed ended question. closed ended question هذا بيكون الجواب تبعها أو لا، فيش فيها غلبة. بسأله مثلا do you become short of breath، عمره صار عندك ضيق في النفس؟ هقول لك يا يا لا، تمام؟ تمام. الآن بدنا نحكي عن التكنيك ذات انهانس داتا كوليكشن. ايش انا ممكن عشان اعمل يعني اجمع معلومات فعلا استخدم حاجات تخليني اسمع من المريض بشكل كويس او اجمع من المريض معلومات بشكل كويس؟ اولا حكينا يعني تطرقت انا للمواضيع هذه بسرعه اللي هو الاكتيف ليسنينج، ان انا لما بكون بسمع للمريض اكون ايش؟ بسمع له اكتيف. ايش يعني اكتيف؟ يعني هو بيحكي اعمل له ايماءات، اعمل له اكسبريشن في وجهي انه انا معاك وهز براسي عشان احسس انه انا معاه والجواب بالنسبه لي مهم، والمعلومه اللي بتهمني منه اسجلها وفعلا يعني او يعني تلخيص لكلامه اسجله
واقول له اه يعني انت قصدك هيك 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 هيك، بحيث انه يعرف انه انا فعلا كلامه بالنسبه لي ذات اهميه، مش يلا احكي ايش ما تحكي، انا ممكن اكون قاعد بتطلع برد على تلفون او بصحش. فاسيليتيشن انه انت ايش تسهل له، ايش يعني تسهل له؟ زي ما حكينا انه تستعمل فيربال او نون فيربال كوميونيكيشن، يعني مثلا كلمه ايوه طيب وبعدين اها اكمل، هذا اسمه ايه فاسيليت، حاجات بتسهل انه انا اضلني يعني مستأنف الكلام تبعي و متواصل في الكلام. اوقات بتكون نون فيربال يعني بس لما الفوجي كلاريفيكيشن وات دو مين باي اولموست لوست، يعني لما بيسالك بيحكي المريض حاجه والله انا عاده يعني بروح على الشغل مشي مثلا، فبتساله يعني ايش قصدك بعاده يعني كيف يعني تقريبا كم مره في الاسبوع؟ بقول لك والله يعني عادة يعني أنا تقريبا بروح كل الأيام الأسبوع إلا ما تصدف يعني بروح ركوب. بفهم إيش يعني قصده بعادة. Restatement repeating what patient said to confirm the interpretation of what was said. Restatement إن عيد الجملة اللي حكاها، يعني أنت قصدك هيك 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 بالضبط، لأنه أوقات بيكون حكى حاجة هو مش قصده زي هيك لكن أساء التعبير، فأنا برجع بعيد نفس الجملة هاي عشان اصحيها. يعني انت هيك قصدك فعلا؟ reflection يعني ايش؟ يعني ask patient a question to clarify phrase or sentence، يعني انا بساله سؤال، يعني هو بيحكي بروح انا بسال سؤال عشان اوضح هذه الجمله او الفقره اللي حكى فيها. This encourage elaboration and indicate that you are interested in more information، بخلي حس المريض فعلا انه انت ايش يعني مهتم بكلامه وذات أهمية. confrontation يعني لما مثلا يقول لك I'm confused you say you are staying on your diet and exercising 3 times a week yet your weight has increased since your last visit can you help me understanding this. شايفين كيف يعني لما انت بتكون في حاجة غريبة بتروحش بتضحك وبتعمل مظاهر يعني مسخرة على المريض أو استهزاء أو لا، بكل بساطة بتروح بتقول له يعني بتحاول تستوضح أكثر، بتفهمه بكل بساطة إنه أوكي كلامك منطقي أو كلامك مفهوم بس مش عارف أنا مش قادر أفهمه أنا متلخبط. يعني أنت بتحكي لي مثلا هذا مثال إنه أنت بتعمل تمارين رياضية وثلاث مرات في الأسبوع وماشي على نظام غذائي معين تبع ريجيم، ورغم هيك أنت وزنك زاد، طب في يعني مش قادر أفهمها ليش؟ إيش صار معك؟ يمكن بأخذ كورتيزون، يمكن بأخذ أدوية تانية بتنصع، بتعرفش يمكن بأخذ هرمون الثيرابي. فأنت إذا أنت في حاجة فعلا لقيتها مدهشة بتروح تستوضح فيها بالطريقة المؤدبة هذه. interpretation الinterpretation عبارة عن ترجمة، يعني هو حكى كبشة كلام هيك 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 هيك، فأنت بتروح بتترجم بكلمات بسيطة يعني أنت قصدك هيك 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 هيك، وبتروح بتلخص الكلمات أقل، لأنه عادة الناس يعني مش بالسهل إنهم يعني يلخصوا المعلومات الطبية اللي إحنا بنحتاجها بالطريقة تبعتنا. كمان وانت بتحكي تكنيك ذات دمنش ذات كوليكتين، اللي ايش المعلومات هنا اللي بتقلل انك انت تاخذ الداتا كويس من المريض، هذا حتخرب عليك انك تستخدم ميديكال تيرمينولوجي. وانت بتحكي طيب انت حاج بصير معك ستريس، يعني ايش ستريس؟ ما بعرفش ستريس، بدك تدور تقول له بصير معك انفعال، بصير بنفعش تحكي له كلام طبي. اكسبريسنج فاليو جادجمنت، بنفعش مجرد ما يحكي اي حاجه تقول له لا كثير قليل، ما تعملش حكم على الاشياء. هو بحكي لك باكل 7 مرات في اليوم، يقول ايش كثير، اسمع منه انت مش عطول، تكونش متسرع في الحكم ابدا، انت كلكت للداتا، انت البرتنج ما تضركش كل شويه انتربتنج ذا بيشنت، ضغطه بيحكي كلمتين طيب طب ليش بتعمل كذا، سيبه لما ينهي جمله يحس انه تحس انت انه فعلا هذا يعني قاعد
دور على إيش يعني كلام يكمل، فممكن أنت تساعد وتسأل سؤال ثاني في التوجه نفسه. ما تكونش being being اللي هو authoritarian or paternalistic. إيش يعني؟ ما تكونش nurse who use the approach I know what is best for you. بتنفعش. ما تكونش انت عندك اللي هو ايش يعني زي ما بيحكوا ايش بيسموها هذه، انه انت عندك القدرة لانه يعني تحكم على المريض وتحكي الجملة عنه وتقول له انت قصدك تقول هيك 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 من غير ما هو يعني يدوب يستحكى كلمتين وانت تقول لا you should do what I say، اسمع مني واعمل اللي انا بقول لك عليه وانت قصدك لا. ما ينفعش يكون عندك تسلط يعني بيسموه على المريض. Using why question، لما why didn't you take the into your antibiotic؟ I noticed that you stopped taking the antibiotic before all the pills were gone. طلع ايش بتفرق؟ يعني انت عندك مريض ولقيته مخلص مش مخلص المضاد الحيوي تبعه المفروض اللي اخذه الاسبوع اللي فات، فانت مش مفروض تيجي تقول له ليش انت مش مكمل المضاد الحيوي تبعك؟ لا، طريقة ثانية بكل بساطة انا بسأله، بتطلع بتقول له انا شايف ان انت ممكن يكون هو جايب الاقراص معاه يعني، فانت بتحكي له انا شايف ان انت مش مخلص المضاد الحيوي تبعك مش مكمله كلهيته، في سبب معين خلاك يعني ما تكملوش. تمام، اذا هنا بنراعي فيها انه قد يكون ما يعني هناك ما يمنع المريض انه يعمل تصرف معين او شعور معين، ولذلك بنحاول انه احنا نسأله بطريقة مؤدبة عن هذه الاشياء. managing a worker moments during an interview، دائما اللحظات اللي هي اللي بتكون يعني زي ما بنحكي بنسموها لحظات يعني غريبة نسميها، لحظات حرجة نسميها، بدها شوية إدارة وبدها شوية خروج من الموقف. زي ايش يعني في لحظات؟ يعني مثلا انت سألت سؤال شخصي كثير السؤال و يعني مخجل سؤال مخجل، ف بده يجاوبه، ممكن يسكت شويه يضل صامت. انت المفروض هنا انه يعني تدخل بنوع من التشجيع. احيانا تصبر شوي على الهدوء هذا، بعدين يعني تقطع الجليد بانه تغير الموضوع او يعني تسال السؤال بطريقه اخرى ربما تكون اقل حده واقل خجل. احيانا بيكون الموقف انه هو انت سالته عن شيء معين، انت حضرتك متزوجه، كان بتسكت وبعدين بتبدا تعيط، ايش في زوجها ميت مثلا، فالموضوع بالنسبه لها اموشن مش انت، طب خلص مش قصتنا احنا، انا ما بنفعش، انت اثرت عندها اموشنز كتير وبالتالي بدك المفروض انه انت في السؤال هذا اطلع عواطفها. طيب الله يرحمه كليتنا يعني بدنا نموت وهذا حال الدنيا، تكسر عليها كلمتين بحيث انه بعد هيك ممكن يعني ممكن تتفعل اكثر، فعشان هيك بدنا نمتص نحاول لحظه الايموشنز الصعبه هذا عند المريضه عشان نقدر ننتقل للمراحل الثانيه. دائما في تحديات ممكن تصير معنا بصراحه اثناء عملنا للمقابله الشخصيه. اولا managing the overly talkative patients، كثير اوقات بكون في عندنا مرضى تسال سؤال برد عليك من ايام من ولد بيحكي لك وقصص ولا طب ايش بدي اسوي انا بدي بس الموضوع هذا، انا بدي ايدك كيف وقعت عليها مكسره مثلا. تمام،
others in the room. عمرك ما تخلي في ناس معك تانيين موجودين في الغرفة زي ما حكينا أو في المكان اللي بتأخذ منه الهيستوري. language barrier. أحيانا بتلاقي المريض بلا مؤاخذة، إحنا هنا كل عيتنا عربي ونحكي عربي، لكن حتى ممكن تلاقي اللهجة، إنه أنت مثلا يجي لك مريض مثلا يعني أنت من أهل المدينة وهو من أهل القرى وبيحكي بلغة قروية اللي هو جامدة وفيها كلمات أنت أصلاً تعرفش إيش معناها، تمام؟ فكتير كلمات، كتير كلمات يعني أنا نفسي ما بكونش عارف إيش معناهم، بسأل يعني إيش قصده الكلمة هذه، تمام؟ الاختلافات الثقافية بين الناس برضو عادينا عادي حكينا فيها، في أسئلة الناس بيحسوا إنه أنت من المحرمات اللي تسأل عنها، فأنت برضو بدك تراعي هذه الحاجات، تمام؟ الآن بدنا نأخذ أنواع الهيلث هيستوري، أنواع اللي هو التاريخ المرضي اللي أنا مطلوب مني إني أخذه، تمام؟ فعلشان إحنا نعرف إيش هي أنواع الهيلث أسيسمنت بدنا نتذكر مع بعض اللي هو اللي أخذناه في المحاضرة الأولى، هي إيش أنواع أصلاً الهيلث أسيسمنت؟ فاكثرين الكومبرهنسيف والبروبلم بيز والإبيزوديك، هي نفسها اللي أنا هستخدمها لما بدي أخذ الهيلث هيستوري. لما بدي أخذ الهيلث هيستوري برضو إذا كان الأسسمنت اللي بعمله كومبرهنسيف أسسمنت، فهيكون الأسئلة تبعتي في تجميع الهيلث هيستوري أسئلة تفصيلية ومطولة وعن كل حاجة. إذا بروبلم فوكس أسسمنت هيكون أنا قاعد بسأل عن موضوع معين وفوكس على إشي معين وعلى مرض معين، والأسئلة تبعتي كليتها بتصب في هذا الاتجاه، تمام؟ وفي التاريخ المرضي للموضوع هذا يعني تمام، يعني أنا إذا بسأله عن إيده المكسورة أسأله عن الهيستوري تبعي، والبحكي كله بس عن الإيد فوكست يعني يعني كيف الأسبوع اللي فات كانت كان في ورم، كان في إشي زاد الألم، كيف هذا الأسبوع. إذا بس بقى عن مشكلة معينة. إذا إيبوزيديك أور فولو أب أسيسمنت قبل 3 شهور هو كان جاي وبعديها إجاني المرة هذه بسأله عن إيش الوضع من الزيارة اللي فاتت، من الزيارة اللي فاتت كيف كان الوضع، لأنه أنا مش كومبرهنسي، مش أول مرة لسه بدي أشوف، بدي أجمع عنه معلومات، لا أنا فولو أب فبدي أشوف الوضع المرة هذه كيف وقارن في الزيارة اللي فاتت. عشان ايه الكومبوننت في الهيلث هيستوري؟ طب ايش انا في كل زياره بدي اسال؟ معظم الهيلث هيستوري سواء كان كومبرهنسيف ولا يعني ولا فوكست ولا ايبيزوديك لازم يكون محتوي على الاقل على المعلومات بايوغرافيك داتا. ايش يعني بايوغرافيك؟ اللي نشوف اللي هي الاسم والعمر والحاجات، ريزون فور سيكينج كير ليش هو جاي، هيستوري اوف بريزنت إلنس ايش تاريخ المرض للمرض الموجود، present health status الحالة الصحية الحالية، يمكن وجه عشان ايدي لكن عنده ضغط عنده سكر، past health history ايش تاريخ المرض القديم، كمان مرة عمل عملية قلب مفتوح وعمل family history. طب ايش التاريخ المرضي، والله سته ابوه مات ام اي وسته عندها epilepsy، personal and psychological history في تاريخ شخصي وتاريخ نفسي ايش الوضع، لا اموره كويسه، لا مره نام في النفسيه، مره صار مع ستريس، صار ريفيو اوف سيستم، بعدين بدي اشوف ايش ابدا افحص في السيستمز يعني اللي هي الاجهزه بعد الجسم، جهاز عن طريق نعمل له هيد تو تو اكزامينيشن. طبعا احنا موضوعنا الأساسي في المادة هذه نوصل للريفيو أوف سيستمز، كيف نفحص كل جهاز، ولكن لا يمكن أبدأ أفحص كل جهاز من غير ما أبدأ أسأل، نتعلم كيف نسأل المريض ونجمع أسئلة عن، لأنه الأسئلة هذه أحيانا بتكون أهم من الفحص نفسه، أحيانا بتكون أهم لأنه بديني إيش أفحص بالضبط وين، تمام؟ فالتاريخ المرضي وتجميع والهيلث والداتا كوليكشن والهيلث هيستوري يعني مهم جدا بمثابة الـ